تلعبني بكلامك وبساطتك. هو ما حصلش حاجة أصلاً على فكرة، ده كان هزار على الطريق وبس كده. ممكن من فضلك، من فضلك يعني ما تحكيش لمرات حاجة عن اللي حصلت؟ مش عشان حاجة يعني، بس هو أكيد أكيد هيفهم غلط. أنا واخد بالي من امبارح بتحاولي تقولي الكلمتين دول، فأنا كنت بهزر معاكي مش أكتر، وأكيد مش هقول له حاجة عشان فعلاً ما حصلش حاجة. علي أنا مش عايزاك تفهمني غلط، ولا تكون فاكر إن أنا من البنات اللي هو ممكن تخبي حاجة على صاحبها أو تعمل حاجة من ورا. ده مش أنا خالص على فكرة. الموضوع كله بس يعني إن أنا بحب السواقة شويتين وأنت سخنتني على الطريق. بس كده. ده أنت حتى لما طلبت اسمي أنا ما رضيتش أقولهولك، وأنا أصلاً ما كنتش أعرف إن أنا هشوفك ولا لأ، صح ولا غلط؟ رايحة فين؟ هجيب تلج. ممكن ما تشرحيش أكتر من كده، أوكي؟ أنا تمام. إيه ده؟ في حاجة؟ مفيش حاجة، في إيه؟ خالص. بقول لك إيه، أنا شفت هانيا وعلي واقفين مع بعض جوه وقفة غريبة أوي. بقول لك إيه؟ قطعي فيها في أي حاجة إلا الحاجات دي، الحاجات دي مفيهاش هزار. في إيه؟ بتكلم معاكي عادي. طب خلاص. بقول لك يا سلي، أكدت على حجز بالليل؟ آه تمام. بس عايزين نروح بدري بقى عشان الباب والزحمه. ماشي سهل. انا تقريبا مش هاجي معاك. يعني ايه؟ اه بجد عندي ترتيبات للبازار مش عارفه اخلصها كلها في يوم. لا بطلي غلاسه، عادي ممكن تيجي بعد كده تروحي تاني. ما انا مش عارف عشان خاطري بقى نفسي مع بعض بقى بجد. اه بجد. طيب اوكي ماشي ماشي.